كيف ما كتعرفوا احنا على ابواب حرب عالميه ثالثه. القوات الامريكيه الاضافيه التي يصل تعدادها الى 5000 جندي ستساهم في ردع اي عدوان محتمل على الجناح الشرقي للناتو. شبكه فوكس نيوز الامريكيه نقلت عن مسؤول في البحريه الامريكيه قوله ان 4 مدمرات امريكيه وصلت إلى المياه الأوروبية لدعم حلف الناتو. الأمريكي ذكر أن هذه السفن محملة بصواريخ توماهوك كروز ومزودة بمضادات للصواريخ الباليستية. أمريكان طلبوا من المواطنين ديالهم يغادروا أوكرانيا في 48 ساعة. President Biden warning Americans to get out of Ukraine now in an exclusive interview with Lester Holt. بريطانيا كذلك، ليتوانيا، السويد، بزاف ديال الدول كيترقبوا بأن روسيا تقدر تهجم نهار الثلاث، وكيف ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل هادشي يقدر يؤدي لحرب نووية وحرب عالمية ثالثة. A warning tonight of a world war should the United States and Russia engage in a firefight over Ukraine. He says that's tantamount to a world war. قبل ما بوتين يقرر يضرب روسيا وقبل ما يرجع وبدا يدير دوك المناورات في الحدود الروسية شنو دار؟ مشى للصين، جلس مع الرئيس الصيني سي جي بينغ في مناسبة افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية، والرئيس أيد ليه لا بوزيسيون ديالو وقال ليه داكشي اللي كيديروا لك الغرب غير مقبول. في عز الأزمة مع الغرب تتجه روسيا نحو الجنوب. في ختام اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ أعلن البلدان أنهما يعارضان أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلا، كما ندد بما وصفاه بالتأثير السلبي لاستراتيجية الولايات المتحدة في منطقتين المحيطين الهندي والهادئ، كما وقع الطرفان عقودا تجارية ضخمة. علاش روسيا كتمشي للصين؟ شنو هي العلاقة بين روسيا والصين؟ ملي كنهضروا على روسيا والصين كنهضروا على جوج قوات عظمى عالمية عسكريا واقتصاديا وسياسيا كيتحالفوا بعضياتهم. غنعطيكم العلاقة السرية اللي بين روسيا والصين اللي بزاف ديال الناس ما عارفينش. كاين الاخوان جوج ديال لي بلوك في العالم، كاينين جوج ديال لي سايد، كاين السايد اللي مع الغرب وكاين السايد اللي مع روسيا واللي مع الصين واللي مع كوريا الشماليه واللي مع ايران واللي مع فنزويلا وكاع دوك البلدان الاخرين. هاد البلدان بغاو يبدلوا التوازن ديال القوه في العالم، كيقولوا ما بغيناش نبقاو خاضعين للامريكان والاوروبا والغرب، ما بقيناش بغينا الدولار، ما بقيناش بغينا السيستيم سويفت، الا بغيت نحول فلوس في العالم خاص امريكان تقول لي حول، ما بقيناش باغين لا بانك مونديال البنك الدوليه ما بقيناش بغيناها. Our Russia has suggested that BRICS countries should drop the US dollar in favor of national currencies when trading between the bloc, the group of five. كيقولوا حنا دول جداد وكيقولوا حنا الا تحالفنا غادي نقدروا نكونتريو الغرب، وفي الراس ديال هاد البلدان كاينين جوج، كاين الدب الروسي وكاين التنين دراغون الصيني. روسيا كتاكسبورتي بزاف، عندها بزاف ديال الموارد الطبيعية، والصين كتستورد بزاف وكتستهلك بزاف ديال الموارد الطبيعية. لي زيشونج بيناتهم كيوصلوا لشي 107 المليار ديال الدولار غير بين الصين وروسيا. الناتج الداخلي الخام ديال المغرب شي 120 مليار، تخيلوا معايا 107 المليار غير بين جوج بلدان. كاين الانبوب ديال الغاز اللي سميتو باور اوف سيبيريا كيدوز من روسيا للصين، وهو اللي كيفورني الصين بالغاز. اول سياح واكثر توريست كيجيو لروسيا هما الصينيين. Гостиницы переполнены, в ресторанах бесконечный обед, в краеведческом музее к такому наплыву гостей готовятся заранее, приглашают в нештат. فيما كتمشي لروسيا كتخرج كيبانوا لك الصينيين، هما اول توريست اللي كيجيو يزوروا روسيا. ثاني لغه في روسيا من مورا الروسيه هي الصينيه. تخيلوا معايا الاخوان باش تعرفوا العلاقه الكبيره اللي بين هاد جوج البلدان. البروجي الضخم واللي غيبدل العالم واللي غيبدل التجاره العالميه هو الحزام والطارق، راه حتى المغرب سنى عليه. بتوقيع هذه الاتفاقية يسعى المغرب للتقدم بخطوات أسرع ليصير محطة حيوية على طريق الحرير الجديد وشريكا فاعلا في مبادرة الحزام والطريق. جاي من الصين وغيفورني العالم كامل وغيدوز أساسا لأوروبا وغيدوز أساسا من دول أور آسيوية أورازياتيك، لي بي أورازياتيك اللي كتحكم فيهم روسيا، ولا باز ديال المشروع كذلك كتمر على الدول ديال البريكس اللي في الرأس ديال الدول ديال البريكس
روسيا والصين، دول ديال البريكس الإخوان هما القوات الناشئة اللي الله طالعين. الصين هي أكبر وأول مستورد ديال السلاح الروسي، عندهم آخر تكنولوجيا ديال السلاح الروسي كتمشي للصين. كيديروا مناورات بزاف بيناتهم، مناورات عسكريه، دي ديفيلي ميليتير، وكيديروا دي زيكزيرسيس وتمارين عسكريه بزاف، بحال المناورات ديال شونغاي كانت فيها الصين روسيا وباكستان. تجري مناورات وبعثة سلام لمنظمة شانغهاي للتعاون في مقاطعة تشيليا بنسك الروسية في جبال الأورال بمشاركة وحدات عسكرية من الصين وقرغستان وكازاخستان وطاجيكستان وروسيا وأوزبكستان بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة باكستان والهند لأول مرة. مناورات عسكرية في روسيا، أعين المشاركين فيها على أفغانستان، في أول تطبيق عملي لما اتفق عليه قادتها خلال قمتهم الأخيرة في طاجيكستان. أجرت جيوش منظمة شانغهاي للتعاون تدريبات عنوانها مهمة السلام. بحال المناورات ديال المحيط الهندي اللي كيديروا في المحيط الهندي، كانت فيهم روسيا وكانت فيهم الصين وكانت فيهم إيران. تخيلوا معايا كيكونوا دوك رؤساء الاركان كاملين جالسين ديال الدول كاملين كيجلسوا بعضياتهم، وهادشي كيخلع الغرب بزاف. وهاد المناورات كيكونوا فيهم كاع الدول ديال اسيا الوسطى، كاع الدول ديال اورازيا اللي تابعين لروسيا. ايمانويل ماكرون في خطاب ديالو في 2018 قال علنيا، قال بان خصنا نبعدوا بوتين من الصين، خصنا نبعدوا روسيا من الصين، وخصنا نرجعوا بوتين لاوروبا، خصو يكون معانا ما خصوش يكون معاهم. Je crois très profondément que la Russie a son histoire et son destin dans l'Europe. Je tiens à la présence de la Russie dans le Conseil européen. ولكن طراو ازمات كثار الاخوان، طرات الازمه ديال يوغوسلافيا، طرات الازمه دابا الاخيره ديال كازاخستان، طرات الازمه ديال اوكرانيا في 2014 فاش بدلوا الرئيس يانكوفيتش وجابوا واحد الحكومه اللي كتدافع على المصالح الغربيه، وفاش طلعت ديك الحكومه في 2015 قالت لهم العدو اللدود ديالنا هو بوتين وروسيا، وهادشي روسيا ما كتقبلوش. وحنا دابا في ابواب حرب اللي كيقولوا نهار الثلاث تقدر تطرى بوتين، يقدر يغزي روسيا وتقدر تؤدي بكارثه عالميه وحرب عالميه ثالثه. Dangerous moment, I would say, in the course of the next few days, in what is the biggest security crisis that Europe has faced for decades. الصين وروسيا قراب بزاف من شراكه، قراب من تحالف، فرمني كنهضروا على عسكر تلاقوا مع عسكر تحالف هذا، ولكن ما كيبغيوش يعلنوا بها امام الملأ باش الغرب وأوروبا وما ياخدوهمش كتهديد، حيت راه خطيرة بزاف. راه كنهضروا على جوج قوات عظمى نووية كبيرة. في الملف ديال سوريا شنو كنطرا؟ في سوريا بوتين جبد الفيتو، حامى على بشار الأسد، والصين إيدات القرار ديالو. فيما كترجعوا لي دوسي ديال روسيا كتجبد الفيتو ديالها. الفيتو هي ملي كتقول لهم ما تهجموش ولا ما ديروش، أنا كناخد قرار اللي واخا نتوما ضدتو خصكم تحترموه. كاينين الدول اللي عندهم الفيتو عندهم الحق يديروا هادشي، منهم الصين ومنهم روسيا. كتجبد الفيتو ديالها، الصين كتبعها حتى هي كتجبد الفيتو دائما. ملي كنهضروا على حرب عالميه كاينين بزاف ديال البلدان جيران، شي مع روسيا والصين شي مع امريكان والغرب، بحال الدوسي ديال ايران. ايران هو الذراع المسلح ديالهم في الشرق الاوسط، واسرائيل هي الذراع المسلح ديال الغرب في الشرق الاوسط. واسرائيل عندها علاقات مزيانه مع الصين، هنا فين كاينه السياسه معنفشه الاخوان. عندها علاقات مزيانه مع الصين حيت عندهم مصلحه مشتركه في افريقيا، عندهم علاقه مزيانه مع روسيا كذلك، ولكن كاينين دي طونسيون في الشرق الاوسط بين اسرائيل وايران. الصين الاخوان وروسيا تقاربوا بزاف، ما عمرهم كانوا قراب حتى للدرجه، حيت عندهم عدو اون كوما، العدو هو الغرب وامريكا، باغيين يواجهوه، باغيين يقولوا بان احنا قوات، حتى حنا نوبتنا جات وحتى حنا بغينا نحكموا العالم. كون لا شين سو ريفيغا لو مون ترومبلوغا، هذه هي الفلسفه ديالهم. روسيا كيقول حنا هما روسيا العظمى بغينا نرجعوا لو ريسيس وبغينا نحكموا العالم، وهادشي كيديروه بالتحالف. اشنو كيبان لكم الاخوان؟ واش امريكان غتقدر تضعف فيه والغرب،
واش روسيا والصين غيقدروا يكونتريوهم هما والحلفاء ديالهم كاملين الاور اسيويين وديال اسيا، اولا امريكان والغرب واسرائيل غيبقاو مسيطرين على العالم وغيتغلبوا على هاد لا سيتوياسيون؟ انا شخصيا ما عنديش الجواب، كنتفرجوا. حيت روسيا اللي غزات اوكرانيا تقدر الصين تغزي تايوان. China is looking to take Taiwan and so I think United States and President Biden is prudent in terms of not overcommitting forces into Europe and keeping them here ready for a potential invasion of Taiwan. وتقدر تنوض الروينه في العالم وامريكان غيهربوا لها من يديها. شنو غادي يطرى الاخوان؟ كلشي كيترقب، كلشي كيتفرج. كنتمنى 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 ما تطرى حتى شي حرب عالميه الاخوان. عشنا كورونا، دوزنا ما فيه الكفايه، عشنا العجب في هذه الفتره، ما بغيناش نزيدنا حاجه اخرى ونبداو في حرب عالميه والنووي وهادشي ما عرفناش فين غيوصلنا. راه ترامب كان قال غيكون هولوكوست نووي، غادي نمحيو البشريه. بغيناش نوصلوا لهادشي الاخوان. خليوا لي الاراء، الا عندكم معلومات اخرين ضيفوها لي، بارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا، لايكيو الاخوان، تابوناو في يوتيوب هو المقاول، فيسبوك المقاول، انستغرام المقاول اوفيسيال. وكان معكم عزيز نوفل وكنتو في قناة المقاول.